واحد من الشباب عقبة تشعير. لا يا شباب انا اتحلم في اللي لا حد يسولف. اسمع، كان في عقبة تشعير تعرفها؟ تعال يا احمد. كان ماسك خط كبري ايده. طبعا كبري ايده عندنا ظلام كبري جسر وادي من الماس. ايوه لا لا عقبة تشعير مشكلتك توصل فوق جد ريال. وين تنزل؟ وانت نازل معك. لا هذا حتى خوي علمني وين يسافر، قال بيروح اذربيجان. المهم جاء الرجال طلع منكم ولد عمي مو خويه راح اذربيجان يبغى استمرت والعلوم ولا حياته. السلام عليكم. الرجال طال عمرك صلى خذ ذبيح من محايل وكل شيء وتوكل. ايوه يا دلخه انت تقول اشعار تنزل في النماص وتطلع كم من قطب. وصفه لنا عند المحطه. بوصف. ايوه انا بوصف اللي يبيع شاي. المهم طال عمرك جاء الرجال طال عمرك يوم قد طال عمرك مع عقبه اشعار ماسك قد قرب من النفق قبل النفق الاول. المهم ويجي طال عمرك جت واحدة طال عمرك تكلمك تقول وقف على جنب ونزل اللحم اللي معك. منو؟ منو نزلها؟ اللحم اللي انت جنية. ها؟ تمام؟ جنية كلمته في العقبة نفسها ما في له ضرر. بسم الله. لا العقبة ذي في الدير عندنا تصدق. ايوه المهم طال عمرك لان هو كان مع لحم ني في السيارة فقالت وقف ونزل اللي في السيارة. ايش قال له هو؟ هو بسم الله على قلبه جري. قال ماني منزل هذا حق اخويا. قال والله انك توقف ولا لا اقلك. هي من هي؟ جنيه. جنيه تكلمه مره. صوت ولا يشوف؟ صوت. كيف يشوف؟ جلطيه دقت عليه. دقت عليه سلام. جلطيه احنا نسميها جنيه. المهم جلطيه يا جلطيه. المهم الجنيه ذي طال عمرك جلطيه كلمه قالت وقف وانزل. قال ماني بناس ماني ما نزلها. قال والله لو ما تنزلها اني لا اقلك. وش اللي معه هي؟ هو مع لحمني وهي تبغى لحم؟ لحمني ذبيحة مصلوخة. مصلوخة تقول الله طال عمرك وقف وقد شل الصحن طال عمرك ويبغى يكت. قالت والله العظيم انك ما تأكلني مثل الكلاب انك تخليه بصحنه. ايش قال؟ والله ما تخليه بصحنه. خلاه بصحنه عرفت؟ تي معلش معلش ايش وقف؟ لا يعدل السالفه يبي له قبله. ابديت كذا ما شفت تويتر ما ترفع ورفع كذا حلوه يحدث يشوف شو المعلومات الجديده. خلص خلاص في رجال انت عمرك خلص لا باقي كمل ماشي في العيد كمل هو ما عرف يقفل عرفت في رجال انا هذه ما اعرف اقفل في رجال انا يعلمني انا يعلمني انا يعلمني